تقرير مؤسسة وسيط المملكة بعدما تم رفعه إلى العلم الشريف لجلالة الملك نصره الله، وأيضا بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية. هذه واحد المحطة من محطات العمل الذي تقوم به مؤسسة وسيط المملكة. نحن اليوم بصدد عرض التقرير السنوي الذي تم رفعه إلى النظر الشريف لجلالة الملك خلال سنة 2020، وهو تقرير اللي هو كنعتبروه تقرير مهم جدا، لأنه يغطي واحد المرحلة اللي كانت فيها بلادنا كتعيش ظروف الأزمة الصحية في أوجها، انطلاق الأزمة الصحية في البلاد كما في باقي دول العالم. لهذا حاول هذا التقرير أنه يرصد بشكل مباشر العلاقات الارتفاقية القائمة بين المواطن بين المرتفق والإدارة في ظل الأزمة، أزمة الصحية التي شهدتها المملكة. حاول هذا التقرير أيضا أن يقرب إلى المتلقي، إلى المتتبع للشأن العام، أن يقرب مجموعة من المفاهيم خاصة تلك المرتبطة بآليات التظلم، وأيضا تقديم مؤشرات تعتبرها المؤسسة مؤشرات دالة في تحليل ما تتوصل به من تظلمات، خاصة المؤشرات المرتبطة بمتطلبات التنمية المستدامة كمؤشر الشفافية، كمؤشر البيئة، وكمؤشر الاستثمار، اللي حاولنا نوضحه من خلال هذا التقرير الأهمية ديالها انطلاقا مما توصلنا به من شكايات وتظلمات. قلنا أيضا أن هذا التقرير كيعكس نوع من التقدم الملموس في علاقة الإدارة بالمؤسسة، هو تقدم اللي كيتم البرهنة عليه من خلال مؤشرين اثنين. أولا مؤشر عدد الملفات التي تم تسويتها، وثانيا مؤشر عدد التوصيات التي تم تنفيذها. قلنا أيضا من خلال هذا التقرير أنه التقرير جاء بمنهجية جديدة تجسد البعد الاستراتيجي في أداء المؤسسة، تجسد أيضا البعد التحليلي في أداء المؤسسة، وتجسد ثالثا ما أسميناه بالبعد العملياتي أو البعد المهني في عمل المؤسسة. إذا حاولنا باش نعطيه تصور آخر من خلال هذا التقرير. أزمة صحية بما فيه مكونات التغطية الصحية، إذا كان عندنا مبادرة تلقائية في هذا المجال اللي دار بها تقرير وترفع الرئيس الحكومة.